طبعا بعد كل التحذيرات اللي سمعتها عن الاندومي حاولت كتير اني اوقف، لين ما طلع قدامي فيديو بالتيك توك لوحدة مغربية بتذكر كل اضرار الاندومي، فقررت اني اوقفها. كان قبل رمضان، شهر رمضان. برمضان طبعا ما اكلنا اندومي. بعد شهر رمضان رجعت افكر اني اكل اندومي، بس لا، بعد ما سمعت كل هاي الاخطار اللي بتسويها وقفتها. لكن بعد حوالي شهرين ونص من قبل رمضان لهلا يعني ما قدرت، اكلتها مرة او مرتين وهلا رح اكل واحدة. يا جماعة ما بنقدر، ادمان ادمان الاندومي ادمان. يلا بلش فيكي يا حبيبة قلبي، تحطين هنا على قلبي.